صفاء من مدينة تطوان. صباح الخير ياك من تطوان أم صفاء. صباح الخير. مرحبا للا، ماذا يزاليش المكالمة ليزيد؟ نعم، اهلا وسهلا لالا ام صفاء. الله يبارك فيك. شخبارك؟ الله يبارك فيك. شي بخير؟ اياه لالا، كيفاش حالك؟ لاباس الحمد لله. شكرا. الله يبارك فيك لالا. الله يبارك فيك. وانت لاباس؟ الله يبارك فيك. شكرا. وصفاء الله يبارك فيك، ربي يخليك. مرحبا بك. فشاركتي معنا كنتي في النصائح؟ لا، شاركت معك في النصائح كذلك دابا مره عاود في البرنامج في شي موضوع الفقره. اياه الدردشه. مرحبا بك لالا. الله يبارك فيك. اليوم غادي تعطينا شي شهيوه؟ ان شاء الله. يلا. كنت مره اخرى قلت لك بغيت نعطيك ثلاثة ديال الوصفات كاينين ديال الدجاج. هاد الناس دابا قلت لهم خلط الامر عندهم. الدجاج كله عندنا محمر. هذيك هي ياك. دابا ان شاء الله غادي نعطيوه الطرق بثلاثة. انا غادي تعلمنا التربية كيفاش غادي نطيبوا. الفرق بين المحمر وشنو المقلي والمشرمل. يعني كاين فرق. حنا كنخلطوا كل شيء. هو الطياب هو بقواعده في صراحة الله. ماشي إيوه. اي واحد كيعرف. قال مولاها الله يرحمه عليها، هي دابا كل شيء كثر وكل شيء تخلط. احنا خصنا نرجعوا شويه للاصاله. ويلا احنا لاله معاك وبغينا الاصاله ان شاء الله. شنو تقترح علينا اليوم؟ دابا اولا اليوم غادي دابا المقلي الناس اكثريه بزاف كيعرفوه. بغيتي نقولهم لك بثلاثه؟ نقولهم لك بثلاثه. خذي راحتك وشوفوا على حسب الوقت. ما قدنا له. غادي نبدا اولا مع الدجاج المقلي. الدجاج المقلي. المهم احنا غادي نديرو قياس دجاجه واحده. يلا. غنجيبو الدجاجه، راه تبارك الله المغربيه ديالنا الحادقات كلهم معروفين، كتغسل الدجاجه وكتقد وكنغسلوها بالحامض والملحه. وكنخليوها. نخليوها تسقطر. كنجيبو مثلا دابا قياس الدجاجه كنديرو ديك خمسه ولا سته ديال الفص الثوم. سته ديال الدروس الثوم، انا كتعجبني الثوم غندير سته. ديري سته. نعطيك المقادير. الملحه. سكينجبير. والزعفران الملون شعره. سكينجبير والزعفران شعره اولا الدويمات. كاين اليوم حتى الدويمات راه مولاو كيقضيو. ياك. وكاين لاله القزبور مربوط. اييه. والبصله. قزبور مربوط. شحال عملتي قياس الدجاجه؟ شحال من بصله وحده؟ بصلة لا، البصلات نديرو جوج بصلات كبار. جوج بصلات كبار. باش تجينا شويه ديال الدغميره. اييه. وكاس ما عامرش ما بين زيت ما تعمر البلدية ورومية. ما بين الرومية والبلدية. انا قلت القزبر مربوط. وشوية وواحد نص حامضة مصيرة مرقدة. صافي احنا ما هذا مقلي ما كنديرولوش الزيت مرقدة. اييه. نعم. واشتي هالفرق. هانتي دابا غادي نجيبو الدجاجه. نعاودو لالا المقادير عفاك. اذا هذا الدجاج المقلي، الطريقه ديال الدجاج المقلي غتقترحو علينا ام صفاء. نعم، ما بين سته حتى الخمسه ديال الفصوص ديال الثوم. جوج. المهم انا غنكمل لك. خذ راحتك غير قول. اييه. الملحه، سكينجبير. نعم. زعفران شعره. زعفران شعره او الدويمه. القزبر مربوط. البيصه ديال القزبر. ما كاينش لا القزبر مربوط. شويه جوج بصلات كبار مشلدين. مشلدين. تاس ما عمرش ما بين البلديه. اييه. واحد نص حامضه ولا حامضه مصيره. الا كانت صغيره نعملو وحده. نعملو وحده. نعملو نص. احنا دابا غسلنا الدجاجه وخليناها تسقطرات. غادي نشدو الثوم غادي ندقوها مع الملحه. مزيان تتولي بحال الزبده. غادي نديروها في واحد الطنجره اللي غادي طيب فيها اصلا فيها هذيك الدجاجه. كنزيدوا عليها سكين معلقه كبيره ديال سكينجبير. كنزيدوا عليها الزعفران. كنزيدوا عليها صافي. كنزيدوا عليها كاس ديال الماء صغير. كنخلطوا ديك الخليط كيولي بحال المهم خالط. كنشفروا ديك الدجاجه ندخلوا لها ديك الثومه وديك السكينجبير وديك الزعفران ليها كامل على الجلد ديالها وعلى الجنابها مزيان. الدجاجه خليتيها صحيحه. الدجاجه خليها صحيحه. بغيتي تقطعيها هذاك الشيء شغل كل واحد الانسان اذا بغى يقطعها راه غادي تجي تا بحال مزيان. المهم غنشرملوها مزيان. انا ما كنقولكش ديري الدجاجه، ديري لاله غير نص. صافي. ديري غير ربع كل واحد على حسب الطاقه ديالو. شنو العدد الافراد اللي غايكونوا؟ والعدد الافراد اللي غادي ياكلوا. صافي ديك الساعه كتخليها كتسدي عليها الطنجره ولا شي حاجه وتخليها تتشرب ديك اللقامه ديالها. أيوه. بعد ما كتكوني شلطتي ديك البصله، دوك البصلات غسلتيهم ونقيتيهم وشلطتيهم تشليضه رقيقه. كتجيبي كتشدي داك الدجاجه كتشعلي عليها الطنجره. انت ما درتي لا زيت لا والو. لا بلاتي دابا في الاول فاش عملنا الثومه وعملنا الزعفران وداك الشيء. كنجبرو الزعفران هي والمليحه. واش ما شعلناش عليها؟ لا ما شعلتيش. خليناها غير تتشرب بديك الشرموله. كتشرب ديك هذا. صافي.
كديري وكتكون ومهم شويه المهم ما عندنا غرض زيدي ملي غنكمل ملي غادي هذا كنشدو ديك الدجاجه اللي كانت الدجاجه عندنا مثلا دابا كثير بزاف كنقولوا شنو خصنا نديروا له اللون يشد اللون كتشعلي البوطه في ذاك الماء ديالو في ذاك الماء اللي كاين فيه الطنجره كتبقاي دوري ديك الدجاجه على الجناب من هنا ومن هنا كتشوفي الدجاجه كتشد اللون المهم اولا طرف الدجاجه عندك ولا شي حاجه من بعد كترمي البصله مشلضه كتضربي البصله مشلضه بحال كتكبي الزيت بحال شويه كتزاد بحال ديك الطنجره هذيك البصله هي نقصي البوطه واش ديك البصله بحال غادي تهبط صافي من بعد كديري الماء القياس اللي غادي ما ديريش الماء بزاف مثلا بحال دابا طير في الروج ولا شي حاجه كندلو انا كاس ديال الماء كاس ديال الماء نعم وكنسد عليه بلا ما تسدي الكوكوط لا والو بحال مثلا صافي الا الدجاج بلا ما نشدو عليه الكوكوط نعم وكتشد ديك اللب ديال ديك الحامضه اللي عندك كترمي داك اللب ديال الحامض وردي البال مع الملحه الحامضة المرقدة اللي عندك لأن ديجا مالحة اي كتردي كتديري داك اللب كتحيدي منه العظم وكترميه وكترميه الربيطة بالقزبور صافي اذا كاين تقنيات حنا كنخلطوا كلشي مع بعضو ونخليهم يطيبوا لا صافي كترمي القزبور معاها المهم انت في درتي الدجاجة خدات اللون شوية زدتي عليها البصلة مشلطة زيدي عليها القزبور مربوط زيدي عليها اللب ديال الحامض نعم وداك الكاس ديال الماء ومهم الكاس ديال الماء وخليها كطيب اكثرية الدجاجة ديريها على الزرع بزاف ما تمشي تحركي راه باش ما تساعد صافي ملي كطيب الدجاج كتشوفي هاد الدجاجة طابت وقفات كتحيدي الدجاجة من ديك البصلة لان ما كيبقاش حتى الماء كثير وكتردي ديك البصلة كتبقى عرفتي حتى كتوقف مزيان تشحر مزيان حنا كنقولو كتضغمر وكتشدي ديك الدجاجة اصلا كتعاودي تردي هذاك الطرف الدجاجة داكشي كترديهم لديك الصغيرة بحال كيرجعوا يشربوا ديك الملوحه والمذاق ديالهم هذا هو الدجاج المقلي يعني ما فيه حتى شي حاجه بغيتي حنا كنقولوا كنحطوا الدجاج عادي ومع دوك الكبيدات والقرنصات ديالو راه هما اللي كنطيفوهم مع اللي كتكوني غادي ديري البصله كطيفي مع ديك الكبيده والقرنصه مقطعين صافي هذا هو لان ما خصكش ديري له زعما ما كيكون فيه لا حنا كنقولوا خصو يكون بيض ما يكونش محمر ولا شي حاجه وكيجي ما نقولكش كنطلب ما نقولكش كنقول زعما لا غنقول لك ان شاء الله واللي بغيتك تبارك الله عليك الطريقه رائعه وعاودتي لنا بالتفاصيل انا قلت لك دابا خلطنا كل المشرمل والمقلي وكل شيء كنحكم عليهم في وصفه واحده الدجاج المقلي غادي نقول لك الدجاج المحمر ماشي اليوم ماشي اليوم